اهم حاجه البطاله، وطبعا البطاله في طبعا مش اللي هو عنده 16 سنه او 17 سنه، لا ده في ناس 35 سنه و40 سنه ولسه ما اشتغلتش او لاقي شغل. التعليم والبحث العلمي والصحه برضه. الصعيد عامه مدفون، يعني احنا في المستشفيات عندنا ما بنلاقيش دكاتره، تروح في الاستقبال تلاقي دكتور، الدكتور مش موجود. احنا عايزين نمحو الاميه، بجانب كده مستوى التعليم في حد ذاته، يعني للاسف انا بتقابلني فئات من الطلبه مستوى الخط رديء، مستوى الكتابه سيء، مدى استيعاب الطفل دماغه كله ملهي في اللعب. اهم الملفات اللي بنتمناها من البرنامج القادم توفير شقق للشباب، توفير اشغال للشباب. الشباب بقى يعني قاعده مش لاقي اي اشغال، قاعده على القهوه والسايبرات مش لاقي اي اشغال. نرجو من الساده يعني توفير شقق للشباب والشغل والصحه. المفروض يتكلم عن البطاله والشباب اللي هي يعني كتير من الشباب الخريجين بيدور على شغل ومش لاقيين، ويتكلم على الصحه، ويعني برضو في مستشفيات وحاجات بيبقى فيها اهمال من الدكاتره بتسبب وفاه لبعض المرضى، ما المفروض برضو يركزوا على نقطة زي دي. الفساد، فساد إداري في كل حاجة، في الحكومة، في الأحياء، يبقى في قانون بقى مثلا للمرور والسواقين والبلطجة وكلام دون. ملف المرور عشان الزحمة هتحل مشاكل كتير جدا، البطالة، الطاقة، دي من اهم حاله التعصب اللي في الشارع، الناس هتهدى نفسيا. دي لو بدانا من المشكله دي من اولها نبدا نحل كل حاجه. نرجع مره تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميله، وبنتكلم على مجلس النواب القادم باذن الله، وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع استاذنا النهارده ضيفنا الاستاذ امير نبيل مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. صباح الخير يا فندم. صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك، اهلا وسهلا. استاذ امير، نبتدي منين الحكايه؟ من رئيس البرلمان ولا بقى عندنا برلمان، ولا ايه اهم الحاجات اللي هنتكلم فيها في البرلمان واهم الموضوعات؟ واحنا شفنا في البوكس بوكس يمكن اراء الجمهور بيتكلموا عن التعليم والصحه وعلى البحث العلمي ويعني والملف الاقتصادي، نبتدي منين؟ هو نبتدي في رايي من المواطن. المواطن دايما هو البطل في موضوع البرلمان، يعني البرلمان اتعمل عشان المواطن الحقيقه يعني، وبعد كده بتيجي كل شيء، يعني يجي النائب ويجي رئيس البرلمان، تيجي القوانين، تيجي كل شيء، كل ده بسبب يعني احتياجات المواطن اللي هي في الاساس احتياجات الشعب، والشعب اللي اختار هذا البرلمان يعني. فكلنا امل ان البرلمان الجديد ده يكون بيعبر كويس جدا عن المواطنين. كان في ناس بيشعروا بالغموض تجاه المستقبل البرلمان القادم ده، والتشكك ومسألة عدم المشاركة ومسألة يعني كل ده بيغلف يعني إحساس ببعض القلق إن البرلمان ده يحقق النجاح المنشود. لكن في مؤشرات إيجابية أخرى على الجانب الآخر، إن فعلا في بعض الشخصيات يعني الكويسة اللي نأمل إن هي تعبر بشكل جيد عن المواطنين، وفي بعض المشاركة الجيدة، يجب أن ننظر إلى نصف الكوب الملآن يعني، وإن الناس كشعب والشعب المصري شعب واعي وشعب ذكي وشعب يحسن تقدير من يسوس أو من يمارس السياسة فيه، سيضع فترة اختبارية للبرلمان القادم ربما تطول أو تقصر حتى يتأكد إن النواب الجدد يستطيعوا التعبير عن مطالبه بشكل جدي وبشكل حقيقي. طيب المتابع لشؤون البرلمان هيلاقي من قبل حتى ما تبدأ أولى دوراته أو أولى جلساته في جدل واسع جدا مثار حوالين الأغلبية والأكثرية والأحزاب ورئيس البرلمان والتحالفات. يعني الناس نزلت اختارت النواب ليهم داخل البرلمان، ولكن شفنا خناقات إعلامية كتيرة جدا، شفنا إخفاقات للبعض بشكل كبير قوي، غير مثلا صورة أو وجهة نظر بعض الأشخاص في هؤلاء الأشخاص اللي أساءوا في تصريحاتهم، وكل ده بيخلينا نقول هم ليه بيعملوا كده؟ يعني إحنا في الأول وفي الآخر اخترنا النواب دول عشان يحققوا مصلحة وطن، علشان يراقبوا على الحكومة ويعملوا لنا تشريعات ويمارسوا دورهم تحت قبة البرلمان. فليه الجدل والخناق الواسع ده هوت من بدايتها، من قبل حتى ما يبدأ أي شيء؟ خبرة الشعب المصري بالنسبة للبرلمان يعني خبرة يعني سادتها كثير من السلبيات الحقيقة في واقع الأمر يعني.
يعني ابتداء من ممارسات يعني ديكتاتورية داخل البرلمان، ممارسة وجود الحزب الأوحد والحزب يعني صاحب التكتل الأكبر داخل البرلمان، ثم مرورا ببرلمان يسيطر عليه تيار ديني وتيار إسلامي إسلام سياسي من الإخوان والسلفيين، إلى توقعات غير واضحة بالنسبة لليسار والاشتراكيين في البرلمان. فأصبح يعني الصورة الآن تتحدث عن احتمال وجود شكل جديد للبرلمان وخبرة جديدة للشعب المصري في التعامل مع البرلمان. حقيقة يعني الخبرة دي تحكمها يعني حجم المشاركات وتكتلاتها ستصنعها التجربة الاختبارية كما ذكرت من قبل، أنه هذه التحالفات ستنشأ بعد بداية ممارسة النواب لعملهم، ويعني دخول البرلمان لدولاب العمل اليومي والجلسات اليومية ستتضح كثير من الأمور. يعني فكرة أن تكون هناك يعني تكتلات سائدة أو تحالف كبير داخل البرلمان أيضا لا ينبغي أو لا نستطيع أن نجزم بأن هذه هي ستكون الصورة الحقيقية التي سنراها في البرلمان. شاهدنا من قبل مثلا سيطرة إخوانية يعني بنسبة مثلا ممكن نتحدث عن فوق 50% داخل البرلمان سابق، وسيطرة من الحزب الوطني أيضا دي صورة سابقة. بعض الناس كانوا يتحدثوا عن ضرورة وجود تكتل كبير أو حزب كبير يقوده الرئيس السيسي مثلا من واقع خبراتنا السابقة. فندم احنا بنقارن بكيانات مثلا لا ما يصلحش ان احنا نقارن معاها، يعني كل البرلمانات اللي قبل كده كان عندنا حزب أوحد وأحزاب مثلا كرتونية زي ما كان بيقال عليها داخل الشارع المصري ملهاش تواجد سياسي بشكل كبير. فبالتالي احنا بنقارن حاجتين لا يصلح ان هما يقارنوا مع بعض، بنقارن مرحلة ما قبل ثورة ومرحلة ما بعد ثورة، بنقارن البرلمان الحالي ببرلمان قندهار اللي كان موجود وقت الإخوان واللي كان بيمثل برضو طيف واحد أو شكل واحد أو لون واحد سياسي. فبالتالي يعني أنا مش عايزة أعقد مقارنة ما بين هذا البرلمان وما سبق لأنه لا ينطبق عليه المقارنة، بس أنا عايزة أسأل ليه في جدل واسع قوي وتصريحات من بعض النواب أو الأعضاء داخل البرلمان إنه في صدام كبير ما بين النواب وما بين الحكومة، وإنه يعني هنا ابتدت المعركة من بدايتها قبل حتى ما تنعقد أولى جلسات البرلمان. يعني في رأيي إن ده دور تمارسه بعض وسائل الإعلام يعني أكثر مما يمارس على الأرض. يعني جلسات البرلمان سيتضح فيها كل شيء، لكن ما يمارس حاليا هو يعني تجريب لعملية برلمانية في داخل بعض برامج التوك شو. من وجهة نظري يعني عايز اتكلم فيها لان فضل. انا متابع بقالي اسبوع الفترة اللي فاتت دي انا وهند كلنا وطاقم العمل فبنشوف يعني الناس اللي احنا انتخبناهم او الناس اللي تم انتخابهم الشعب بيطلعوا يتكلموا مع بعض، ابتدوا بقى يختلفوا في الاراء قدام الناس، فما اعرفش هل المذيع بيدي فرصة ولا لا للكلام، لكن بيدي الموضوع ما بيتنقل لا انت كنت حزب وطني، لا ده انت كنت اخوان، لا ده انت مش عارف ايه، انت متلون، لا انا مش عارف ايه. هل ده صحي بالنسبة للمواطن المصري؟ هل ده صحي للبرلمان المصري؟ هل الكلام ده لازم يطلع على الشاشة؟ هل الكلام ده لازم العالم كله يتفرج عليه؟ حتى لو كان ده كده او ما كانش كده او او او, أو بعض الاتهامات بس من الاخر. الكلام ده يديني ثقه في البرلمان اللي جاي ده ان الراجل ده هيقدر يمثلني فعلا بعد ما اتقال عليه كده او بعد ما رد الرد اللي انا ما عجبنيش ده مثلا؟ بلاش يمثلني، هيقدر ان هو يمارس دوره في التشريع. هو صيغه السؤال بتاع الاستاذ حاتم وحضرتك برضه يوحي برايه، يعني انت حضرتك قلت رايك في صيغه السؤال يعني، وانا كضيف بتفق مع حضرتك في هذا الراي ان هو لا يصح ان هو تتم ممارسه دور يعني تاثير قبل ان ينعقد البرلمان دون تاثير ليه على المواطن وعلى الناخب قبل أن يرى البرلمان النور الحقيقة يعني. فبالتالي أعتقد أنه برامج التوك شو ووسائل الإعلام يعني كونها تستضيف البرلمانيين أو النواب الناجحين ويختلفوا إلى هذه الصورة أمام الشعب ده يعطي إشارة سلبية على بالنسبة للمواطن الحقيقة يعني. يجب أن ينتظر الناس حتى يعني تبدأ الجلسات بشكل طبيعي وتكون الخلافات حتى طبيعية بين النواب حسب القضايا وحسب القوانين المطروحة قبل، إنما قبل هذا أعتقد يعني النتيجة ستكون سلبية لأن المواطن أيضا دوره لن يتوقف عند مرحلة الاقتراع ووضع مش عارف يغير رأيه وخلاص ما اختارهم. لا هو المواطن الحقيقة لديه منافذه يعني هو أيضا يتحدث في الإعلام وهو أيضا يستطيع الضغط حتى يحل البرلمان حتى يعني الناخب يعني أعطى أمانة للنائب حتى يتحدث باسمه، ولكن هذه الأمانة كما تحدثنا من قبل في عهد الإخوان مثلا قلنا أعطينا الأمانة لمرسي وأعطينا الأمانة للإخوان ثم سحبناها منه. أيضا البرلمان يجب أن يعلموا ذلك، نواب البرلمان ليسوا للأبد
وليس حتى الفترة بالكامل. صحيح. ممكن هو خلال هذه الفترة يسحب الثقة من. صحيح. النائب ويطعن على أدائه داخل تحت قبة البرلمان. فيعني اعتقد انه يعني الفتره دي فتره حساسه يجب ان يراعي كل نائب نجح الحقيقه كل كلمه يتحدث بها لانه يعطي انطباع بحجم ثقافته. يعني النائب الذي لم ينزل الى الشارع ياتي الان ليتحدث على وسائل الاعلام برضه غير منطقي. يعني هو ما نزلش للشارع والشارع الشعب انتخبوه، بعض الناس انتخبوه بنظام يعني اختيارات كده يعني مش مظبوطه. يعني هو مثلا مش عارف حد صاحبه جاره قال له مش عارف ايه الراجل ده وبتاع، فجاءت النتيجه بعض الناس قالوا دي نتيجه بالصدفه. يعني بعض الناجحين يتحدثوا عن نجاح بالصدفه، وبعضهم نجح عن شعبيه وعن اداء وعن خبره وممكن اتحدث عن ذلك. طب هذا التنوع في البرلمان وهذه الاتجاهات وهذا وجود المراه متمثله بعدد كبير او لاول مره بالشكل ده، هل ده هيبقى ليه ثمار في البرلمان الجاي القادم؟ ده بالتاكيد يعني دي من الايجابيات التي اعتقد انها ستكون واضحه في البرلمان القادم، وجود بعض الشباب، وجود النساء، تمثيل اعتقد انه يعني ربما يكون تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصه ايضا في داخل البرلمان. يعني البرلمان فوق ال 500 يعني مقعد ونائب، يعني اظن ان وجود تشكيله منوعه حتى لو كانت وجوه جديده ستكون هناك خبره. يعني حتى من ليس له خبره، انا يعني انا اتكلمت قبل كده في مقال ليا انه يجب كل نواب البرلمان وخصوصا الشباب منهم خصوصا حديث العهد بالعمل السياسي والحياه النيابيه ان تعقد لهم دورات تدريبيه متخصصه طبعا. يدرسوا فيها ما عليه ان يتعلموا كنائب برلماني وتجارب الدول الاخرى في الحياه البرلمانيه وخصوصا في هذه الفتره الحساسه من تاريخ مصر. يعني اعتقد بعض النواب انه لما بيخرج كنائب برلماني بيزعق وبيهتف وبيتكلم وبتاع لمجرد المشاركه، لكن يجب ان يستمع اكثر مما يتحدث، ولما يسال يسال سؤال فعلا مناسب، وكمان يختار اللجنه المناسبه ليه. لان انا كنت يعني صحفي برلماني في فتره من الفترات، حضرت برلمان الاخوان بالكامل مثلا وشفت يعني اختيارات الناس في اللجنه التشريعيه بتبقى ساعات ما يصحش ان هو لازم لجنه تشريعيه دول الناس يفهموا في القوانين بشكل جيد. في المجال الامني في لجنه الامن برضو يكون لهم علاقه بالموضوع، ما تكونش الاختيارات كده عشوائيه يعني. فبالتالي البحث عن الخبراء، بعض النواب بلديهم خبره في مجال معين وتكنوقراط في مجال معين ممكن الاستفاده منهم في بعض اللجان، ودول يتحدثوا ولازم يكون في متحدث باسم البرلمان، ولازم يكون في لجنه تتحدث بشكل اعلامي مع وسائل الاعلام. مش اي نائب برلماني يتحدث الاعلام بحريه كامله، يعني ان يتحدث كده الصبح يقول تصريح وبالليل تصريح يقوم الدنيا ويلخبط الدنيا، كان بيحاسبه داخل البرلمان على تصريح كلمه قالها النائب. صحيح. بره يبوظ الدنيا في البرلمان، لازم يتعلم ازاي يتكلم لوسائل الاعلام. فدي من ضمن الحاجات يعني، فهي خبره كبيره بالنسبه لاي نائب برلماني، وكل اختيارات الشعب يجب ان نثق فيها ان الشعب اختار ده ونجحه لاعتقاده، خلينا نفترض ان هو سيكون هو المعبر بشكل جيد عن مطالب واحتياجات الشعب. طيب دلوقتي خلاص اختارنا النواب اللي داخل مجلس النواب، المفروض انه المراحل القادمه يكون في ايه؟ يعني عايزين نعرف برضو ونثقف الساده المواطنين ازاي هيتم اختيار رئيس للبرلمان، الوكلاء اللجان ازاي بتتوزع وهكذا. والله هو يعني العمليه اللوجستيه والعمليه الاداريه والتنظيميه في داخل البرلمان هي ليها نظام معمول به من فترات طويله. الناخب البرلمان النائب البرلماني بيقدم ورقه بيتحدث للصحفيين، حتى بيسمح له ان هو في اول يوم بعد ما يقدم الورقه ويعمل الكارنيه ان يتحدث للصحفيين. يعني صحفيين برلمانيين تحت القبه موجودين بيسالوه بيقولوا له ناوي تعمل ايه، فبيقول والله انا اتمنى كذا، انا عايز اشارك في لجنه كذا. ده في الاول يعني، بعد كده بتنعقد بعض اللجان بالاختيارات او بالانتخاب او هكذا، تشكل هذه اللجان ويقترع عليها ويتم توزيع كل النواب البرلمانيين على اللجان، وايضا بالتزامن مع ذلك اختيار رئيس البرلمان. بيختار في الاول الاقدم سنا، مثلا كان موجود الاستاذ محمود السقا، الدكتور محمود السقا يعني في البرلمان السابق اللي حضرته، فبيختار الاكبر سنا يعني، وبعد كده بيدير اول جلسه ثم يتم اختيار النائب الوكيلين والرئيس البرلمان وهكذا ورؤساء اللجان ويقترع على كل ذلك، ثم تبدا الجلسات. المطلوب من هذا البرلمان القادم، هل في معايير بتحكم اختيار رئيس للبرلمان؟ والله هو اعتقد انه اختيار رئيس البرلمان ببلي حسب اللائحه الداخليه في البرلمان بعض المعايير تخص في مضمنها قدرته على التنظيم اكثر من قدرته على التشريع. يعني هو ليس طبعا في قانونين هم اللي بيصيغوا القوانين. صحيح. لكن اذا صادف ان رئيس البرلمان كان له الخلفيه التشريعيه الجيده فده افضل جدا، لانه هو
كثير من الاحيان بيطلب من رئيس البرلمان ان هو او هو بيبقى عايز يقول رايه في اي قانون بيتناوله يعني، فبيبقى رايه بيعتد بيه كرئيس البرلمان ولو خبره في ذلك. ما فهمتش قوي النقطه دي، هل رئيس برلمان لازم يبقى بني ادم قانوني؟ لا. لا انا قلت لا مش لازم قانوني. مش لازم طبعا، مش لازم. هو بيختار بالانتخاب رئيس البرلمان وبيرشح اكتر من واحد وبيتم اقتراع واختيار رئيس البرلمان وفقا للآلية الداخلية المعمول بها، ومش بالضرورة ان هو يكون قانوني. لكن اصطلح او عادة ما كان رؤساء البرلمانات المصرية كان من رجال القانون، عشان يعني اذا نظرنا مثلا فتحي سرور، مثلا صوفي ابو طالب، يعني معظم اللي جرت العاده على مثلا ده. لكن مثلا الدكتور كان في اللي كان وزير تعليم سابق اللي كان رئيس مجلس الشورى لفتره طويله، الاسم بس رايح من ذهني، ما كانش رجل قانون، كان استاذ جامعي يعني في بعض اساتذه الجامعات كان رجل قانون. يعني مثلا رفعت المحجوب كان رئيس البرلمان المصري وما كانش برضه قانوني بقدر ما هو كان بيدرس اداره وبيدرس. طب المرحله دي متطلبه حد قانوني ولا حد عادي؟ المرحله دي بالذات يعني البرلمان ده بالذات اظن ان هو الرجل القانوني بيبقى من اكتر الناس اقترابا من الحياه البرلمانيه ومن اداره شؤون البرلمان. يعني سيظل دي يعني مساله تخليه هو الاقرب الى ذلك. فاذا صدف ان هو رجل قانوني له خبره طويله في التعامل مع الدساتير والتعامل مع القوانين بالاضافه لخبره حياتيه، ربما يكون بعضهم مارس المحاماه او ما شابه، فده جيد جدا. يعني البرلمان معناه قوانين ومعناه علاقه بسن القوانين بشكل مستمر. فهو رئيس البرلمان ليس فقط مساله تنظيميه وينظم الجلسات ويتفضل يتكلم وما شابه يعني، لا، انما هو برضه بيتابع العمليه التشريعيه. فاذا وجد في احدى القوانين شيء يحتاج منه المداخله او لازم يكون عنده الخلفيه الكافيه. يعني نجد حتى النواب اللي ما لهمش اي علاقه بالقوانين بيتحول تحت قبه البرلمان الى رجل صاحب خبره في القوانين، بيذاكر القوانين من اول وجديد. فاذا كان رئيس البرلمان يعني له خبره عريقه في ذلك فده الافضل يعني من وجهه نظري. طيب وبعدين بعد ما يتم اختيار رئيس للبرلمان، بعد ما يتم اختيار رئيس البرلمان بتبدا عمليه الممارسه اليوميه للحياه البرلمانيه اللي منها مثلا بقى. جلسات طبعا بتبقى في جلسات عامه كبيره لها برضو جدول زمني، وبيبقى في حاضر فيها النواب معظمهم او كلهم في الجلسات الكبيره اللي من اسوان لغايه مطروح واسكندريه وسيناء وهكذا. فبالتالي طبعا بيبقى في مسائل لوجستيه تخص اقامه النواب البرلمانيين في الداخل، ومسائل خاصه برضو اداريه بان بعضهم بيبقوا اساتذه جامعه او اطباء او متخصصين، فممكن يسمح لهم ببعض الحريه في الحركه، يحضر بعض الجلسات او كلها او ما شابه او تفرغ او كده. الممارسه والعمليه طبعا عرفنا ان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات كان في التصويت الالكتروني دخل يعني في فتره من 3 سنين دي ما كانش فيه تصويت الكتروني. كان لازم النائب يرفع ايده ومش عارف ايه وحاجات زي كده، وما يعرفش يعدوا فيقعد يفضلوا يعدوا مرتين وثلاثه وعد انت وعد انت. فده التصويت الالكتروني بيظهر في لحظه. فدي كمان بتدي شفافيه وبتدي هدوء. يعني ده موجود اوريدي دلوقتي، ده موجود دلوقتي. هم عملوا له عمليه تجريبيه فعلا من شهرين او شهر كده، فبتدي هدوء للبرلمان. برلمان يعني طبعا من المصادفات اللي تحصل مثلا ناس يتخانقوا وناس يزعقوا يعني. برلمان الاخوان ده كان فيه مهازل حصلت الحقيقه، يعني انا شفت بعضها يعني ناس يزعقوا وناس يشوحوا شفنا كلنا على التلفزيون يعني وهكذا، واللي ياذن واللي مش عارف ايه، يعني في حاجات كده غريبه حصلت في البرلمان. اظن ان هذه الفتره الناس تتعلم ذلك، كل ده يذكر في الدورات التدريبيه. طيب برضو من المشاكل المثارة قبل انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد حضور الصحافة ورؤساء البوابات الإلكترونية أو الصحافة الإلكترونية ممنوعين أن هم يدخلوا يغطوا أخبار البرلمان، فبالتالي ده برضو هم أعلنوا من كام يوم أن هم هيمتنعوا عن أن هم يغطوا أخبار البرلمان، في حين أنه ناس كتيرة قوي دلوقتي بقت تعتمد على الصحافة الإلكترونية. دي نقطة. النقطة الثانية أعتقد فيما يخص حاجة تخص الإعلام، حاجة تخص أنا ممكن أعلق إذاعة الجلسات على الهواء. تمام. فدي نقطتين برضو عايزين نتكلم فيهم. أقول لحضرتك من واقع تجربتي في البرلمان السابق، كان في المقصورة في الجلسة العامة أو في القاعة الرئيسية كان في مقصورة للإعلام، وبيوضع لكل مؤسسة إعلامية حتى المواقع الإلكترونية وحتى المؤسسات يعني عموما يوضع لهم عدد معين من المقاعد. يعني كان في أظن حد أقصى 3 مقاعد مثلا لكل مؤسسة، زي وكالة أنباء الشرق الأوسط مثلا، زي الأهرام، زي فبيبقى في عدد محدد لبعض المؤسسات. وفي الجلسات برضو مسموح لأي حد من الجلسات ممكن تبقى 10 جلسات في نفس اليوم، فبيتوزع الصحفيين على كل هذه الجلسات. كان أيامها في قناة صوت الشعب بتنقل على الهواء
الجلسات، وكانت صوت الشعب دي على اعتقادي ايامها كانت مهمه جدا لانها كانت خاصه بالبرلمان، كانت اذاعه او تلفزيون خاصه. طيب يعني اعتقد لو سمح ليها هي لوحدها انها تغطي ده فده جيد، يعني ينقل عنها بعد من اعضاء البرلمان هم رافضين انه الجلسات تتذاع على الهواء، في حين انه من حق المواطن ان هو يشوف اداء النواب تحت قبه البرلمان. احب اقول لحضرتك حاجه، هو بعد الثوره اصبحت السياسه كالفن وكالرياضه، يعني الناس بقوا بيحبوا دلوقتي ان هم يتابعوا جلسات البرلمان زي ما بيتابعوا ماتش كوره او بيتابعوا فيلم فني لطيف يعني. فانا كنت بشوف في الشوارع كده وانا في طريقي لمجلس الشعب الاقي مثلا واحد فاتح كشك كده وفتح التلفزيون على جلسه برلمان، مش فاتح فيلم اسماعيل ياسين مثلا ليه او حاجه زي كده يعني. قاعد اشوف كذا، اروح مكان تاني الاقي فاتحين البرلمان، قلت اهتمام غير طبيعي من الشعب. بس انا اقول لحضرتك يعني في بعض المصريين اصلا ده فيهم، يعني جدتي الله يرحمها كانت مهتميه جدا بجلسات مجلس الشعب، كانت بتتذاع لما اعتقد الساعه 5 كده، وفي ناس كانت على طول بتتفرج عليه. فيعني الناس بتحب تتفرج. هي زادت دي بعد الثوره الحقيقه، يعني كما تحول كثير من الناس الى مصورين والى صحفيين والى متابعين ويكتبوا على الفيسبوك وبتاع بسبب الثوره واحداث المتلاحقه، ايضا تحولوا الى متابعين، وبعض الناس طبعا يتدخل بتصحيح المفاهيم بالنسبه للنواب البرلمان. يعني بعض المواطن مثلا يقول لي الراجل ده بيتكلم غلط على نائب برلماني او بيتكلم في طريق مثلا او على القانون معين، لا 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 ما ينفعش الكلام ده. فالناس الجدل الخاص الموضوع ده بقى شهي بالنسبه للناس وبيحبوا زي المديرين الفنيين بتوع الكوره عندنا بالظبط، اللي هم الشعب بقى مدير فني خلاص ده صح. يقول لك الزمالك عمل شيء والاهلي كلمنا 4-2 كله دي ظاهره ايجابيه، دي ظاهره ايجابيه لكن تقوم يعني الاهتمام ده. يعني انا كنت بقول مثلا في قناه صوت الشعب دي لو كانت اعلنت ايام برلمان الاخواني ده اعلانات كتيره جدا كانت هتعمل فلوس كتير جدا حقيقه يعني. لكن للاسف ما عملوش اعلان. هيبقى في استثمار للموضوع ده يا ريت يعني ده والله تستثمر. ما احنا برضه هنا بيختلط علينا الامر، احنا تلفزيون خدمي، احنا مش مطلوب ان احنا نجري ورا الاعلانات. بس انتوا بتعملوا اعلانات فعلا في بعض القنوات. احنا بنعمل اعلانات بس دي برضو الدايلاما اللي احنا دخلنا فيها، يعني لو جت خير وبركه سوق الاعلانات بتاعنا. لكن مش دي احنا التارجت بتاعنا هدف. او هدفنا ان احنا نقدم خدمه للشعب، احنا يعني خدمي اكتر من هو مؤسسه خدميه اكتر منها يعني اقتصاديه. ده صحيح ده صحيح. هو يعني مساله الاستثمار في مجال الاعلام ده مساله مهمه يحكمها طبعا القطاع الاقتصادي ويحكمها الناس القائمين على ذلك، لكن احنا بنقترح يعني ان هو الاستثمار سيزيد من حجم الكفاءه وقدر الكفاءه المقدمه صحيح. في المجال الاعلامي استثمار في البشر يعني حاجه. بس معلش يعني تخيل معايا مثلا جلسه مجلس النواب ويتكلموا في قانون وتطلع فاصل لاعلان سمنه ولا زيت، يعني مش منطقي برضه. لا هو بيطلع في نشره الاخبار يا فندم، نشره 9 بيطلع في نشره. معلش مش مصر 9 بس، ده في كل البرامج في كل برنامج بيتكلم عن حاجه مهمه جدا وتلاقي حاجه راح تطلع الناحيه الثانيه. صحيح صحيح فعلا سمنه او زيت او بتبقى مشكله. اصل ده الاعلام يبحث عن الاعلان، الميم تبحث عن النون. ايوه الاعلام يبحث عن الاعلان. لكن هو يعني احب اقول لحضرتك انه بس الجلسات ده سيتم الضغط على البرلمان حتى يبث على الهواء، لان عارفه مثال البرلمان بدون بث على الهواء مثل ماتش الكوره اللي بدون جمهور على طول. يعني ما ينفعش اشوف جلسه برلمان كانت الساعه 1 الظهر دي اشوفها مثلا الساعه 5 العصر. لا عايز اشوفها ستريت وبعدين لو ما شفتهاش على القنوات هشوفها على اليوتيوب على طول. لان في واحد ممكن يفتح موبايل. لا بس ما تقلقش هتشوفها على التلفزيون المصري. ما تقلقش خالص ان شاء الله. طيب خلاص دي الشعب عايزها يعني. ده احتياج للشعب يعني، مش كفايه عليه قفلوا الموضوع ماتشات الكوره بدون جمهور دي، يبقى جلسات برلمان بدون جمهور ما ينفعش حقيقه. عموما احنا بنشكر حضرتك استاذ امير نبيل مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا لحضرتك يا فندم ونورتنا النهارده في مصر جاي. شكرا. نطلع فاصل بقى. فاصل ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصريين.